طيب هنروح لخبر يمكن الجمباز، يعني الجمباز مش واخد حقه، بس احنا الحقيقه دايما متابعينه ودايما معاه. احنا كنا بقالنا كل حلقه بناخد جزء عن الاكاديميات، اكاديميات في كل الالعاب. يمكن خدنا الاول اكاديميات الطايره الناشئات او الصغيرين، خدنا الباسكت، خدنا الاسكواش، النهارده معانا الجمباز. طبعا دكتور هشام النادي مدير المدارس واكاديميه الجمباز بالنادي الاهلي قال ان فرق الاكاديميه بالنادي معمول لها برنامج فني وبدني مميز جدا. البرنامج الفني معمول عشان ننمي مهاره اللعيبه بالاكاديميه، سواء كانت مهارات حركيه او قدرات عقليه، وده بالاضافه لتدريبات بدنيه تؤهلهم للعب الجمباز. فريق جمباز من النادي الاهلي يختار افضل العناصر من لعيبه الاكاديميه عشان يضمهم للفرق. خليني اقول لكم ان الجمباز لعبه صعبه جدا. الجمباز عايز مقاومات بدنيه، عايز مرونه بشكل يعني بشكل معين. انا لما بشوف اللاعبات واللاعبين الصغيرين في الجمباز وهم بيتمرنوا بيصعبوا عليا، بيشيلوا اوزان، بيفتحوا حوض بشكل قوي جدا، بيشيلوا احمال. الجمباز لعبه قاسيه، والحقيقه الاكاديميه ليها دور كبير قوي. احنا الحقيقه كامله الابطال سجلت لقاء مع طبعا دكتور هشام النادي مدير المدارس، شفنا الدنيا ماشيه ازاي، صورنا التقييد، نشوف ونرجع لحضراتكم تاني. تم اختيار اللاعبين من جوه المدارس والاكاديميات بتاعه التجهيز بتاعه النادي الاهلي، بيكونوا من اعضاء النادي وبيتعمل لهم اختبارات، بيبقى فيها جزء مهاري وجزء بدني وجزء قوام، وبيتاخد افضل العناصر عشان ينضموا لفرق النادي الاهلي، وبيقعدوا فتره تجهيزي لحد ما يلعبوا اول بطوله. الجزء الثاني بيبقى فيه اكاديميه موازيه للفرق اللي موجوده جوه النادي الاهلي اللي تم اختيارها، بيتم عمل اختبارات وتقييم ليها، وبيبقى فيه جزء بيلعب في الفرق بتاعه النادي الاهلي، وجزء ثاني بيلعب باسم النادي الاهلي ولكن في الجزء بتاع الاكاديميات. هو يعني الارقام اللي كانت الارقام متغيره حسب حجم المواهب اللي موجود، ولكن في عدد متوسط بيبقى موجود بشكل او باخر في حدود 12 لعيب، والباقي بيتعمل لهم تقييم بشكل معين عشان خاطر ينضموا لاكاديميات النادي الاهلي. السنه دي كانت الظروف مختلفه لان كنا ممرين كلنا بالموضوع بتاع ازمه الكورونا، وازمه الكورونا بشكل او باخر كانت مأثره شويه بالسلب، ولكن بعد رجوع التمرين وبدايه التدرج بالحمل بتاع التدريب بتاعهم لحد ما وصلوا ان هم استعادوا جزء كبير من لياقتهم، بقى الموضوع افضل شويه لان ازمه الكورونا اثرت على لياقتهم البدنيه واثرت على حالتهم الجسميه، ولكن بعد ما حصل تحسين وتطوير للموضوع ده ابتدى عمليه مراجعه الاختيارات لحد الوقوف على افضل العناصر اللي اتاخدت، وهم دول اللي اتاخدوا بقوا موجودين في الفرق السنه. احنا عندنا التمرين بيبقى 3 مرات في الاسبوع، يوم السبت، يوم الاثنين، ويوم الجمعه. عدد الاكاديميات التجهيزي والمدارس وصل لحد 120 لاعب ولاعبه بعد ازمه الكورونا، وده رقم يعني يعتبر كويس جدا في ظل الظروف اللي موجوده. ده معناه ان الناس عندها ثقه في جهاز الجمباز وعندها ثقه انها تتمرن في النادي الاهلي. شكل التمرين في الاصل بيبقى جزء كبير بدني عشان الاطفال تكتسب اللياقه البدنيه ويتحسن شكل الجسم بتاعها، وبيبقى ليه بعض اهداف مهاريه تمهيد للالتحاق بالفرق بعد كده. فهو في جزء بدني وفي جزء مهاري عشان في الاخر الطفل يبقى بيلعب رياضه وهو صحته كويسه ويبقى قوامه سليم ويقدر يعمل المطلوب منه. بناخد الطفل تقريبا من 3 سنين 3 سنين ونص، بيجي هنا بيجرب التمرين وبيشوف الموضوع، واحنا بنحاول نحتويه لان الاطفال في البدايه بتبقى الموضوع بالنسبه لهم مزعج شويه، مش هيبقوا واخدين على النظام، ولكن يعني الناس الموجوده او المدربين الموجوده والجهاز الفني مؤهل ان هو يبتدي يتعامل معاهم ويحاول يحببهم في الجمباز ويحاول يشدهم ان هم يبقوا موجودين جوه التمرين بشكل فعال، وده بيحصل بشكل تدريجي لحد ما الطفل يقدر يتعود. فحضرتك لو في اي حد موجود بيجي وبيطلب ان هو ينضم، واحنا بنقسمه على حسب المرحله السنيه وهو موجود فيها، وكمان على حسب قدراته واستعداداته. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما انتم شايفين في التقرير الموضوع صعب، الجمباز لعبه صعبه، وشفتوا الدكتور هشام كان بيقول
ان اللاعب يجي 3 سنين ونص، انت متخيل يعني ايه 3 سنين ونص عشان تقول له اعمل وما تعملش وتحمل الام الاسترتشنج للعضلات والكلام ده كله؟ لعبه صعبه ولعبه عشان تقيل فيها لعيب الحقيقه بمنتهى الصعوبه، وكنا حريصين نكون مع الاكاديميات عشان تشوفوا الجهد المبذول داخل النادي الاهلي.